دفعها إلى علي بن الحسين عليهم السلام. قبل ذلك، قبل أن يمضي، الوصية سلمت من الحسين إلى علي بن الحسين في يوم كربلاء، في يوم عاشوراء. ففتح الخاتم الرابع، فض علي بن الحسين السجاد عليهم السلام الخاتم الرابع، فوجد فيها في وصيته الخاصة: أن اصمت وأطرق لما حجب العلم. يا علي بن الحسين، أنت في مرحلة حرجة، ارتد الناس بعد الحسين كلهم إلا ثلاث، كما تقول روايات أهل البيت عليهم السلام: أبو خالد الكابولي، ويحيى بن أم الطويل، وجبير بن مطعم سلام الله عليهم ورضوانه. فقط هؤلاء الثلاثة ما ارتدوا بعد الحسين، وارتد سائر الناس. ويقول الإمام عليه السلام: ثم إن الناس لحقوا بعد، مضمون الرواية، شيئا فشيئا بدأوا يعرفون أن الحسين قتل مظلوما لا ظالما، وإلا سائر الناس ارتدوا واعتبروا الحسين كان ظالما لنفسه، قتل ظالما ولم يبق على دين الله الحقيقي، دين الإسلام، صلب الإسلام، أحد إلا هؤلاء الثلاث من أصحاب علي بن الحسين، والباقي كلهم ارتدوا. كانوا فقط يتسمون باسم الإسلام كما في زماننا، كثيرين على اسم الإسلام، لكن الواقع مرتدون، الواقع مرتدون، ليسوا على دين الإسلام الحقيقي. فإذا في ظل هذه الأجواء يا علي بن الحسين، لم يبق من يحمل دين الله إلا أنت وهؤلاء القلة جدا، وفي ظل أجواء مشحونة بالعداء لأهل البيت من قبل حكومة بني أمية وأسلام بني أمية، وفي ظل أيضا أجواء الإعراض عنكم يا أهل البيت، هنالك خطر حقيقي وجدي إذا ما تصديت تصديا علنيا يا علي بن الحسين لنشر الإسلام ونشر التشيع، تقتل أنت ويقتل هؤلاء القلة من أصحابك، فينضمر دين الله ويذهب إلى الأبد. علي بن الحسين إذا قتل، معنى ذلك أن الإمامة لن تستمر، خلص لا يبقى شيء. فإذا ها هنا عليك بأن تركز على هذه الثلة الصادقة المخلصة من أصحابك القلة، وتترك النشاط العلني الواسع، تصمت، تنصرف إلى الدعاء والعبادة، ومن خلال أدعيتك نفسها توصل رسالتك إلى الناس. كل دعاء من أدعية الإمام السجاد صلوات الله عليه، التفتوا وقرأوا الصحيفة السجادية المقدسة وتدبروا فيها وفي معانيها، كل دعاء مدرسة، كل دعاء جامع، آلاف المفاهيم، بمعنى الكلمة أقول آلاف، لا أقول عشرات ولا مئات، آلاف. لكن من هذا الغواص الذي، الغواص الماهر الذي يستطيع أن يخرج هذه اللآلئ، يستخرج هذه اللآلئ من هذه الأدعية؟ نحتاج إلى غواصين مهرة، غواصين من أمثال الإمام المجدد الثاني الشيرازي الثاني رضوان الله تعالى عليه، الذي كتب من فقه الزهراء مثلا، وأظن أن لديه أيضا من فقه السجاد، على يعني يأخذ متن
الصحيفة السجادية ويستخرج لآلئها في أبواب كثيرة، في العقائد، في الفقه، في الأحكام، في التفسير، في عشرات الأبواب. فتتفرع المسائل والمعارف هكذا، وكل مسألة تفرع مسألة، وكل معرفة تستبطن معرفة أخرى. فإذا عليك يا علي بن الحسين أن تنصرف إلى هذا الطريق، تتسم بهذه السمة، فيكون الغالب عليك الصمت والإطراق، الإعراض عن هؤلاء الجهال وهذه الأجواء المحمومة، حتى تستبقي نفسك والثلة المؤمنة المتبقية معك. لا مكان لكم سوى العليان يا شيعة الله.